عندما لا تتجاوز نسبة مساهمات القطاع الفلاحي 3%، والمنتوجات القابلة للتصدير تعد على أصابع اليد الواحدة. عندما تضخم الفواتير وتتحكم السوق الموازية في عالم المال والأعمال، فاعلم أنك تدور في فلك الاقتصاد الوهمي أو المزيف الذي دعا رئيس الجمهورية لمحاربته وبعث اقتصاد حقيقي. لابد أن نعتمد على اقتصاد يقوم على ما يسمى على الميزة التنافسية، أي أنه لابد أن نرجع إلى القطاعات الاقتصادية التي نملك فيها خصائص مميزة عن باقي اقتصاديات الدول. فلا يعقل أن نبني اقتصادنا كما بنيناه سابقا. لا إصلاح دون التخلص من الواردات وترقية الصادرات، ولا صلاح دون تطوير إنتاج محلي ينافس السلع الأجنبية. عدا هذا فكل ما يقال مجرد وهم. مثلا واحد كيحب يصدر، حنا من الدور تاعنا باش نعطولو مثلا ما هما المقاييس الدخول تاع هذاك نتاع البلاد، نعطو مثلا المقاييس يعني تاع الاسعار، نعطو يعني نعاونو في المحيط نتاع التصدير، ولكن الانتاج الحالي غير كافي باش ندخلو بقوه للاسواق الخارجيه. التخلص من ترسبات الماضي والتوجه نحو اقتصاد حقيقي ليس بالامر السهل، لكنه ليس بالمستحيل، خاصة إن ركزنا على قطاعات منتجة وفتحنا ورشات إصلاح حقيقية. الملف الذي يعد من بين شروط الانطلاق في الإقلاع الاقتصادي أو الوثبة الاقتصادي هو ملف الاستثمارات. لحد الساعة لم يعدل هذا القانون، قانون 2016، والذي يعتبر من التحديات أو من العراقيل التي تحد في إحداث استثمارات أو جذب استثمارات أجنبية. إذن أقول لك أن ما زالت الملفات الشائكة ما زالت لم يبث فيها ولم يفصل فيها. دعوة الرئيس لنسف الأوهام والتوجه إلى اقتصاد حقيقي خطوة مهمة في مسار بناء قاعدة صلبة للاقتصاد الوطني عبر التخلص من الواردات وتطوير الانتاج المحلي، وقبل هذا وذاك محاربة الفساد.